ميسان هلا وصلنا لمساحتنا الموسيقية، أكيد رح نعيش ببعد روحي، بنسافر فيه بمقطوعة بتنشد حناجر طيف من المواهب السورية تحت مسمى جوقة لونا للغناء الجماعي بقيادة المايسترو حسام الدين بريمو، ضيف محطتنا الرمضانية لهالصباح. يسعد لي صباحك. يسعد صباحك وإن شاء الله الصباح الحلو. يسعد صباحك أستاذ حسام، ورمضان كريم يا رب. يا رب ينعاد عليك يا رب. ميرسي ميرسي على الجميع يا رب. رمضان كريم. ميرسي. اكيد قبل ما نبلش معك مايسترو بدنا نروح اول شيء نشوف المتواليه الروحيه من وحي الشهر الفضيل ونرجع معك. ميلادك ايها المسيح الهنا قد اظهر نور المعرفه نستمع إلى المتوالية الروحية اللي هني أطلقتوها في وقت جدا يمكن سابق وقديم، ولكن يمكن هي المتوالية بتخلينا نستحضر هيك ذاكرة الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. خبرنا شوي عن هالمتوالية وقديش هيك اليوم نتذكرها بهذا الشهر وأهميتها. الحقيقة موقعها بهذا الشهر لأنه بتذكر بأنه في شيء بيوحد السوريين هو شهر رمضان. اليوم السوري كان صائماً أم غير صائم، كان مسلماً أم غير مسلم، بده يعيش رمضان لأنه ساكن بسوريا، وبشكل أصغر لأنه ساكن بالشام. كل سكان الشام بيعيشوا رمضان بغض النظر عن البعد الديني أو البعد فعل الصيام، هن بيعيشوا ببعد الرابط الاجتماعي. اليوم أنا ببوعة من طفولتي، رمضان يعني خبز رمضان، يعني الوالدة تحضر غير وجبة الغداء لأنه نحن منتغدى، وجبة المساء بس لنكون منشبه المحيط اللي احنا عايشين فيه. هي اللمة بلمة طقوس هذا الشهر، فهالمتتالية كونها بتجمع هالطقسين المتلاصقين. يعني وانت عم تسمع المتتالية بتحتاري هلأ انا وين، هلأ انا بالترنيم ام بالمديح، فهذا القرب بيخليك تستني كلمتين ثلاثة من اول الفقرة لتعرفي انه هلأ هذا مديح نبوي ام هي ترنيمة عن العذراء. فهذا القرب بترنيمات المتتالية بيوحي وبيذكرنا، وهو صورة دقيقة عن القرب بالناس اللي ساكنين على الأقل بمحيط مدينة دمشق برمضان. نعم، يعني مايسترو كنا عم نحكي تحت الهواء على قد ايه اليوم الموسيقى هي جزء من ثقافة، بتلعب دور بالثقافة حتى تبعيدنا، والدليل انه دائما بأي مناسبة او بأي يمكن فعالية دائما الموسيقى عم تكون موجودة، هي جزء من أي مناسبة إن كانت دينية إن كانت اجتماعية. خلينا نحكي اليوم عن أهمية أيضا الموسيقى بالتعبير عن الثقافة، ثقافة المجتمع،
مثل ما عم نحكي عن المتوالية الروحية اللي هي بتعبر عن شيء روحي وداخلي عم يعبر الأديان وعم يعبر المجتمع، لكن عم يعطي رسالة روحانية وفيها شوي من كثير من الحب. يعني الحقيقة لو ما كانت الموسيقى هي معبر أساسي مو كمالي ولا موازي ولا فرعي عن حياتنا ما كانت استمرت. مستمرة بشرق المتوسط ببلادنا، مستمرة من 10,000 سنة، صديق وفي لمشاعر الإنسان، كان استغنى عنا. حتى الأيديولوجيات اللي إجت ما قدرت تستبعدها. اليوم جزء من الموسيقى يعتبر جنوح في الإيمان، لكن الجزء الآخر معتنق. يعني إنه الموسيقى ليست حرام، بعض الموسيقى حرام. لو ما كانت صديق مهم لإيماننا ما كانت استمرت. اليوم في كتير حركات دينية بتستبعد الموسيقى كونها بتحرك الغرائز، وبنفس الوقت أنا وحضراتكم كل يوم بنسمع الأذان 5 مرات باليوم بشغف وهي موسيقى، فهي صديق حقيقي لمشاعرنا مستمر. واليوم نتذكر بالتلفزيون ونحن وصغار قبل الإفطار بيطلع لنا تقاسيم عن الناي، لأنه الناي بيشبهنا، لأنه الناي في روح مثلنا، فبيحطوا لنا شيء يعني بيعمل تآخي مع روحنا. الموسيقى صديق عظيم لمشاعرنا، كان وما زال وبتصور رح يستمر، لأنه لا غنى عنه لإدخالنا لأجواءنا الحلوة وللتعبير عن مكامننا الجميلة. يعني حتى بما أنه حضرتك عم تحكي عن الموسيقى وبشهر رمضان المبارك، يعني الإنشاد الديني هو جزء لا يتجزأ من هذا الشهر الفضيل، ومنضل نحن نسمعه، وهو فعلا موسيقى تحمل رسائل كلها روحانية وكلها يمكن هيك بتعطي الصائم روح شهر رمضان المبارك. نعم. وبتعطي هاي الرسالة الحلوة أيضا عن الأديان بشكل عام، إن كان الإنشاد الديني أو إن كان الترانيم بالصلوات الدينية، فهي فعلا بتعطي رسالة حلوة عن الدين جدا. يعني هي تعبير جميل جدا، يعني حلو أنه الواحد يكون عنده جزء من طقوسه شغلة تفرح جدا. الإنشاد الديني، بعدين الإنشاد الديني بمدينة دمشق، يعني الإنشاد الديني شرق المتوسط، سحر موسيقي. اليوم أي منشد ديني حتى لو مو دارس موسيقى وهو عم يقول مديح بيعمل انتقالات مقامية جميلة وردانة. نحن إذا كنا مستمعين غير موسيقيين ما بنعرف ليش فرحانين، وهو أصلا ما تقنيا بيبقى ما عرفان شو عم يساوي غير أنه عم يقول شي حلو ليصلنا شي حلو. الإنشاد الديني هو صورة دقيقة وجميلة ومركبة وفائقة الجمال عن الموسيقى، صورة كتير حلوة نحن محتفظين فيها، والأخص بمدينة دمشق. الإنشاد الديني بمدينة دمشق انتقل إلى شرق آسيا. اليوم المنشدين الدينيين بالشام، بسوريا عموما، بالشام خصوصا، بيروحوا على ماليزيا وعلى باكستان وعلى دول، بيقضوا رمضان هنيك لأنه بيبقوا ناطرينهم بشغف، لأنه حاملين معهم هذا الفن الموسيقي المركب وبالغ الجمال. نعم مايسترو، اليوم من خلال جوقة لونا اللي هي عم تستحضر كثير من قيم والمبادئ السوريين اللي عم بيعيشوها بالمجتمع، من خلال مشروعك اليوم اللي انت عم تحاول فيه تستحضر هاي الذائقة الموسيقية بشكل راقي وبشكل بيشبه المجتمع السوري بكل شرائحه وبكل النسيج. نعم. فيه خبرنا عن هذا المشروع اليوم من اول ما تأسس لليوم، شو كان هدفه، بالإضافة لأنه اليوم شو الجديد اللي عم تحاول تشتغلوا عليه؟ الحقيقة في سببين أدخلوا المشروع لحياتي ولحياة اليوم لونا. السبب الأول هذا الإحساس بالانتماء. يعني أنا وقت كنت صغير بعرف تماما أنه الوالدة لازم تشتري بيت شوكولا لأصدقائي المسلمين اللي ساكنين معنا بالحي، والوالد لازم يعطيني مصاري لأروح حتى أروح عيد معهم بالخطيب، كان ساحة العيد بحارة الخطيب. هذا الحاجة لأنه ما يكون في الأشياء الجميلة تفرقنا بل تجمعنا. صحيح. هذا نما بداخلي من طفولتي. بدك تبحثي عن شكل تعبري عنه، لقيت الحل بالموسيقى. بعد ما بلشت اكتشف قديش الموسيقى موحدة، انه ليش انا ابي المرنم في الكنيسة بسكتنا الساعة 6 المسك اليوم ايام الاسود والابيض مشان يسمع عبد الباسط عبد الصمد بالتلاوة، انه ليه؟
اعرف انه في شغف عند والدي الله يرحمه لهي الموسيقى، لانه بتحرك بداخله شيء ولو لم يكن العقيده هي اللي دافعته لهذا الموضوع. بدات اكتشف انه السر يكمن هنا. وقت درست موسيقى استشرت استاذي الاستاذ حميد البصري الله يوجه له الخير بانه كيف فينا ندور على المفاتيح بين الموضوعين. قال لي بدك تسمع كثير انشاد ديني وتلاوه حتى تبلش تشوف وين بيلتقوا وتنطلق بمشروعك. واول حجر بالمشروع كان المتتاليه الروحيه اللي هي كانت وظيفه، يعني عملتها وظيفه بالمعهد العالي للموسيقى، قدمتها لاستاذ حميد نقحها زبطها قال لي هيك مندور هون بنعمل هيك هون بنعمل الانتقال لحتى يشعر اللي عم يسمعك انه انت الانتقال مو فج، الانتقال يسر، لانه مقام الحجاز هو مقام مشترك بيحمل نفس الاحساس بالداخل. بدك تدور على قطعه مسيحيه وقطعه اسلاميه بيحملوا نفس الاحساس وتدور عند انه نقطه لازم يلتقوا لحتى تقدر تمضي بهذا المشروع. قديش في دقه كان هذا المشروع بالشغل؟ قديش كنتوا كثير دقيقين؟ قديش حاولت الاشخاص اللي كانوا يكونوا معك يمكن تنقل لهم هي الروحانيه اللي انت عم تفكر فيها؟ صدقيني موجوده عندهم قبل ما انقل لهم اياها، هي بيكفي انك تحرك شيء. هن ناس من مختلف الانتماءات السوريه. فهن جاهز عندهم، يعني كنا عم نحكي انا واستاذ رامي تحت الهواء، هن جاهز عندهم، ما في عندهم حرج. انا كنت بالبدايه يعني اقول ممكن يكون في حرج من المفرده الفلانيه عند فلانه لانها متدينه، كانت عندها قناعه بانه انا عم بعمل عمل فني حلو جميل بيحمل ابعاد روحيه بغض النظر عن صلب عقيدتي. فالناس ناس جاهزه للالتحام، بيكفي انك تولعي الشراره ان شاء الله. نعم. يا رب. يعني هو دائما مثل ما بيقولوا السوريين بيتاقلموا مع بعضهم باي ظرف وباي يمكن شيء بيكونوا فيه. خلينا نحكي عن مشاريعك القادمه كمان بدار الاوبرا والمعهد العالي للموسيقى. بالمعهد ما زلت عم درس، بالدار كنت عم نركز هلا على احياء الانشاد الديني لبعده الجمالي والمركب موسيقيا، هو فن مركب وبالغ الجمال. السنة الماضية عملنا 3 حفلات إنشاد، والسنة الله يقدرنا نعمل شيء حلو من قبل ناس كتير بيحبوا شغلون. بالنسبة لمشروعنا المقبل هو حفلتين، احنا بالعادة بنعمل حفلات ما بعرف إذا حضراني شي مرة كتير. إسلامي مسيحي على نفس الخشبة، يعني فقرة هيك فقرة هيك، ولخص كنا نعملون برمضان يلي هلا رح يتكرر ايضا مع ايار وشهر العذراء، وبنفس الوقت بيوقع 3 سنين بده يوقع رمضان بايار وليله القدر كمان بأيار. اي تماما. فنحن اليوم امام مشروعين منفصلين عم نحضرهم بشغف شديد جدا، الحان كنسيه والحان روحيه. الحان روحيه هو اناشيد ومدائح جميله جدا ومركبه جدا، والالحان الكنسيه هي من مختلف المدارس الموسيقية كنسيا حول العالم، من الكلاسيك الأوروبي إلى البيزنطي والسورياني والكلداني، ومرورا بالسبيريتشوال اللي هو فن جميل جدا، كيف الأفارقة المسيحيين بيصلوا نحن بنفكرهم عم يغنوا وعم يرقصوا، هن بيكونوا من جوا إحساسهم بإيمانهم بهي الطريقة. عملنا هالتشكيلة اللونية الحلوة وإن شاء الله بدنا نقدمهم على مرحلتين، مرحلة بالخريف ومرحلة بحزيران إن الله راد. إن شاء الله يا رب. هيك بنتمنى لكم التوفيق. مع مين عم تتعاونوا بهيك مشاريع؟ وقت بيكون في مشاريع يعني فيها أكثر من عمل رح يكون مقدم أستاذ حسام، مين يمكن شركائك بهذا العمل اللي بيصير؟ اليوم ما زالت حتى يومنا هذا وزارة الثقافة هي الداعم الأول للمشاريع الموسيقية وبشكل كثيف، يعني اليوم الوزارة بتبعث الفرق الدمشقية خارج دمشق وبتجيب فرق من خارج دمشق تقدم بدمشق. حتى اليوم الداعم هو وزارة الثقافة نحن، لكن أنا شخصيا بتمنى ما تضل وزارة الثقافة، لأنه قد ما قدرت تدعم وكتر خيرها جدا. الموسيقى لحتى تنتشر بحاجة لدعم خارج أطر الحكومية، لازم يبلشوا اللي قدرانين يشيلوا مشاريع من أفا إيدهم يتوجهوا للثقافة. اليوم في كتير صناعيين وتجار قا
قادرين بقروش بالقياس لدخلهم يدعموا مشروع موسيقي سوري جميل. بتمنى تصلون الرسالة وبتمنى يتحسوسوا بالمفردة الدمشقية انه هذا جزء من دورهم. يعني نتمنى هذا، يمكن دعم لتاريخنا ولتراثنا ولحضارتنا يعني بالنهاية اللي لازم نحافظ عليه وكمان ننقله للخارج، مو بس والله نحافظ عليها داخل سوريا يعني. واليوم الصناعي والتاجر بلده سوريا، يعني اذا دعم السوريين فبيكون عم يعمل شغلة جزء من احساسه الوطني. ان شاء الله يوعوا الى هلا. صورة حضارية بتعكس عن وطننا وعن بلدنا. تماما هيك، والصورة حلوة يعني، واحد عنده صورة حلوة معلش يصدرها. صدقيني قبل ما تعصف كانوا يجوا من اوروبا ليتعلموا عند استاذ عصام رافع بس كيف ينتقلوا لمقام البيات. يعني هن بالنسبة لهم هذا السحر الكبير الموجود بالشرق لازم يجوا يتعلموا، فنحن عنا مادة جميلة جدا معلش نصدرها. وكنز موسيقي، وخاصة مثل ما قلنا يعني الموسيقى دائما هي سفيرة للثقافات وعابرة للحدود مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي مايسترو اليوم عن جوقة لونا، بالرغم من انه خفت الحفلات بسبب فيروس كورونا والظروف اللي صارت، كيف في مشروع يكون مثلا اونلاين ليوصل لكل العالم؟ فكرتوا بما انه انطرح عدة مشاريع هيك؟ بعد ما فكرنا، بعدنا نحن داخلين قاعدين جوات قوقعة انه كيف بدنا نصدر للداخل، التصدير للخارج لسه ما كتير. والحقيقة هذا تقصير يعني، بس لكن في خطة ان الله راد لحتى نقدر نصدر شيء للخارج عبر الشبكة. يعني نحن عنا قناة يوتيوب ما بتكفي الحقيقة، بدك طرق شوي اكثر حيوية. على قناتنا في 20-30 عمل، لكن اليوم لا يقصدك يفتح قناتك يتفرج عليك القضية في أيسر منا أساليب كثيرة لتعملي انتشار عبر الإنترنت. يعني نحن بدنا نشكرك استاذ حسام الدين بريمو، شكرا كثير استاذ حسام يعني لك هالجو الروحاني اللي اعطيتنا اياه، وهيك اسعدتنا انه فعلا عرفتنا على اهميه الانشاد الديني والموسيقى واهميتها. شكرا كثير لك. انا بدي اتشكركم، ويا ريت يعرفوا اللي عم يشوفونا قديش حضراتكم تعطوا طاقه حلوه. تسلم، شكرا كثير. تسلم، بدنا نقول لك ينعاد عليك كمان بالخير والصحه. شكرا لوجودك، تحياتنا لفرقه او جوقه لونا. شكرا لك. شكرا لكم.